تم محاولة توفير واحد الميثود لتدريس اللغة الإنجليزية سنة 1963. إدوارد أنثوني جاب لنا واحد language teaching hierarchy اللي كان قاسم الابروتش ميثود اند تكنيك. بالنسبة للابروتش كانت عندك theoretical foundation، الميثود هما دوك strategies and techniques، تكنيك هما دوك التاسكس اللي غادي يديرهم التلاميذ في القسم والأستاذ معاهم. المشكل هو أن إدوارد أنثوني ما كانش واضح من ناحية الابروتش والميثود والدور ديال الأستاذ والمتعلمين في القسم. مهم ان ادوارد انثوني كان برود بزاف في الهيراركي اللي جاب لنا. وسنه 1986 ريتشارد وروجر داو داك الهيراركي ديال ادوارد انثوني وعدلوا عليه، والنتيجه كانت تصميم غير هرمي كيتكون من ابروتش ديزاين بروسيجر، بمعنى ان كل ميثود عندها الابروتش ديالها والديزاين ديالها البروسيجرز ديالها. بالنسبه للابروتش ريفيرز تو ثيوريز اباوت ذا نيتشر اوف لانجويج اند لانجويج ليرنينج. نبداو بالناتشر اوف لانجويج، كاين بزاف ديال التوجهات حول طبيعة اللغة، ولكن أهم هاد المدارس عندنا structural, functional and interactional schools. بالنسبة للstructural school كتشوف بلي أن اللغة هي مجموعة من العناصر ذات صلة، يعني phonetics, phonology, morphology and syntax, semantics and pragmatics. يعني بالنسبة لهاد المدرسة تعلم اللغة يتمثل في ضبط المتعلم لهاد العناصر من phonetics حتى pragmatics. عندنا الفانكشنال فيو، بالنسبه لهذه المدرسه كتشوف بلي ان اللغه ما محصوراش في دوك الانتر ريليتد اليمنت، ولكن الدور ديال اللغه هو دير واحد الخدمه، مثلا تو ريكويست والتايم از ات ولا تو اوردر اوبن ذا دور. بمعنى اخر ان هذه المدرسه كتركز على تعلم سيمانتيك اند كوميونيكاتيف اسبيكت اوف لانجويج. وعندنا الانتراكشنال فيو، هاد التوجه كيعطي اللغه واحد البعد سوسيولوجي، بمعنى ان اللغه هي واحد الوسيله لارساء علاقات داخل المجتمع، مثلا التضامن مع شي واحد، ولا مثلا التقرب من شي شخص، اولا تو استابليش واحد ديستانس مع شي شخص ما عندكش انت معاه. ودابا ندوزو للانجويج ليرنينغ ثيوريز، عندنا جوج ديال التوجهات، يا اما بروسيس اورينتد ثيوريز ولا كونديشن اورينتد ثيوريز. بالنسبه الاولى اللي هي البروسيس اورينتد ثيوريز، هنا كندويو على psycholinguistic cognitive processes involved in language learning، طريقه باش تخلي واحد المتعلم انه يبروسيسي واحد الانبوت ديال واحد الالتو ديال واحد اللغه اجنبيه. يعني ان البروسيس اورينتد ثيوريز عندهم واحد البعد سيكولوجي داخل. اما بالنسبه للكونديشن اورينتد ثيوريز كتجاوبنا على واحد السؤال اللي هو what are the conditions that need to be met in order for these learning processes to be activated. هنا كندويو على الانفايرمنت ولا الكونديشنز ديال هذا المتعلم، المحيط الخارجي اللي خاصنا نوفروه لواحد المتعلم باش عمليه التعلم تتم بنجاح. ندوزو للديزاين، بالنسبه للديزاين فهو ديك القنطره ما بين ما هو نظري يعني الابروتش وما هو عملي اللي هي البروسيجر. ومن خلال الديزاين كنحاولوا اننا نحطوا الاوبجيكتيفز ديال الميثود ديالنا السيلابس. الفرق ما بين السيلابس وما بين كيريكولوم هو ان الكيريكولوم كتعطيه لنا الوزاره، والسيلابس هو الاختيار ديال الاستاذ. بحال مثلا عندنا التاريخ ديال امريكا وبريطانيا، الوزاره قالت للاساتذه ولا حطات في المقرر انه غادي يكون عندنا تاريخ ديال بريطانيا وامريكا. دي السيلابس كيحطو الاستاذ، الاستاذ هو اللي كيختار واش غادي يقريك مثلا التاريخ ديال النشأة ديالهم ولا التاريخ مثلا السياسي. حنا كندويو على الكونتنت تشويس اند اورجانيزيشن. الاورجانيزيشن بحال مثلا جرامر، الجرامر كل استاذ باش كيبدا، واحد استاذ مثلا كيبدا بالفيربس، واحد كيبدا بالناونز، واحد كيبدا بالادفيربس ولا الادجكتيفز ايتترا. في الديزاين كنحطو حتى ذا تايبس اوف ليرنين تاسكس اند تيتشين اكتيفيتيز، كنديرو ذا رول اوف ليرنرز، ذا رول اوف تيتشر، the role of instructional material. من بعد كيجي البروسيجر، البروسيجر هو التنزيل ديال ديك الميثود في القسم، يعني دوك التاسكس ديال التيتشر والليرنرز في القسم. ومن بعد ما روجر اند ريتشارد حطونا هاد التصميم هذا ديال الميثود ولا هو المعتمد، واي واحد بغى يجيب لنا شي ميثود خاصو يدوز من كاع هاد المراحل هادو. وهنا كندخلوا لواحد المرحله اللي سميتها the method era.